السلام عليكم متابعي عشاق الخياطه والتفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير وبصحه جيده ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم فكره رائعه من بقايا الاثواب، تستغلوها وتخدموا هذه الفكره هذه كيف ما كتشوفوا في الصوره. منظم ممكن تستعملوه في بزاف ديال الحوايج، مثلا ممكن تستعملوه في منظم ديال المطبخ او لا منظم الاكسسوارات ديال البنيتات، يعني الاكسسوارات الشعر ديالهم، وممكن كذلك تستعملوه كمنظم الاكسسوارات ديال الخياطه، تعلقوه في الغرفه ديال الخياطه. هنا كيف ما كتشوفوا عندي ثلاثه ديال القطع ديال الاثواب، العرض ديالها 15 سنتيم والطول ديالها 15 سنتيم، يعني في قطعه مربعه 15 على 15 غادي تحتاجوا ثلاثه ديال القطع. ماشي مهم الالوان، نتوما غادي تناسقوا الالوان على حسب الاثواب اللي عندكم. وهنا في الطول هذه القطعه عندنا في الطول ديالها 43 والعرض ديالها 19 سنتيم. غادي نديروا منها جوج ديال القطع كيف ما غتشوفوا، وواحد القطعه ديال لاواط، هذا اللي كيكون كنخدموا به الافريشه، راه كيتباع رخيص، ما كاملش 10 دراهم للمتر، يعني كتاخذوه وكديروه هنا في الوسط بين هاد القطعتين هادو كيف ما غتشوفوا. اول حاجه غادي نديرو غادي ناخذوا هاد القطع الصغار هادو وغادي نتنيو نصف سنتيم ونعاودو نتنيو 2 سنتيم وغادي نخيطوا هاد العطفه هادي. نفس الطريقه غادي نديرو القطعه الثانيه والقطعه الثالثه كذلك، كنتنيو نصف سنتيم ونعاودو نتنيو 2 سنتيم وكنخيطو على بعد 0.1 من الثوب، ما كنخيطوش على بعد سنتيم. صافي، من بعد ما خيطنا القطع بثلاثه بهم غادي نجيبو قطعه واحده من داك الثوب اللي يعني الطويل، الثوب الاخضر، وغادي نحسبو من الاسفل 3 سنتيم وغادي نحطو هاد القطعة هادي، ومن الجانبين غنخليو نفس القياس وغادي نخيطوها بلا ما نتنيو لا عطفة لا شي حاجة. صافي، من بعد ما ثبتناها غادي ناخذوا الدونتيل. هنا عندي هذا الشريط هذا ديال الدونتيل الرقيق، نتوما ديروا الشريط الدونتيل اولا ديروا اللي بغيتوا، ولا ممكن تخليهم بحال هكا فقط تنيو العطفه. بالنسبه الى كنتو البنات غادي ديروها للمطبخ، فكنصحكم تاخذوا الثوب ديال المطبخ، كيكونوا بحال هكا لون واحد، وهاد الجيوب هادو ديروهم بثوب يعني مزوق. كاينين هاد الاثواب هادو كيتباعوا، راه ما غاليينش بزاف بالنسبه اللي بغى يديرهم كمشروع يعني اكسسوار ديال المطبخ، راه فكره زوينه وما كتاخذش الثوب بزاف. صافي، هنا كنخيطوا الدونتيل، ملي كنوصلوا لداك القنيته كنتني واحد السنتيم. فاش نبغيو نساليو الخياطه ضروري كنتنيو سنتيم ديال الدونتيل في البدايه وفي النهايه كذلك. صافي، كتجينا بحال هكا، داك القنيتات كنعاودو عليهم الخياطه باش كيتبتو لينا ما كيبقاوش يتسطواو. نفس الطريقه غادي نديرو القطعه الثانيه، حتى هي كنخليو المسافه بينها وبين القطعه الاولى 3 سنتيم فقط، وكنحطوها في الوسط وكنخيطو من الجوانب على بعد نصف سنتيم. وبنفس الطريقه كذلك غادي نركبو الدونتيل ديالنا ونخدمو القطعه الثالثه كذلك بنفس الطريقه، حتى هي كنخليو 3 سنتيم وكنركبوها وندوروها بالدونتيل. هنا من بعد ما خدمتهم كيف ما كتشوفوا ها هما، غادي نجيبو القطعه الثانيه وغادي نحطوها على الوجه ديال القطعه الاولى، وبالنسبه للاواط او هذا غادي نخليوه في الاسفل كيف ما كتشوفوا، باش منين نقلبو القطعه ديالنا تجينا تجينا داك اللواط يجينا في الوسط. صافي، دابا غادي نبداو الخياطه، كنخليو داك الجهه الفوقانيه مفتوحه وكنبداو الخياطه من الجوانب
كنخيطو على بعد نصف سنتيم. الجهه اللي كنخليوها مفتوحه هي الجهه الفوقانيه اللي فيها الفتحه ديال الجيوب كيف ما كتشوفوا. صافي دابا غادي نقلبوه، كنحيدوا هاد القنيتات هادو. بعد ما كتقلبوه ممكن انكم تحددوه او لا تخليوه بحال هكا. انا غادي نخليه هكا، يعني غنعاود له فقط الخياطه على الجوانب. غادي نجيبوا هاد القطعه هادي للعرض ديال 4 سنتيم، كنتنيو 2 سنتيم من الجوانب ومن بعد نتنيوها على 2، واللي يكون الطول ديالها تقريبا واحد 10 سنتيم. وكنخيطوها باش منها غادي نبقاو نعلقوا هاد المنظم هذا. صافي كنتنيو سنتيم للداخل من داك الجهه اللي خليناها مفتوحه، وغادي نثبتوها بالدبابيس. وغادي نجيبوا هذه القطعه هذه، غادي نحطوها في الوسط. صافي وغادي نخيطو ونعاودو الخياطه على الدوره كامله ديال المنظم. هنا كيف ما كتشوفوا الدونتيل تشد ليا شويه من الجوانب، غادي نعاود نفتحو وكنخيطو هنايا على بعد نصف سنتيم. هنا الدونتيل كيف ما كتشوفوا راني فتحتو، وغادي نهزوه بحال هكا ما نخيطوش عليه. كنخيطوا الدوره كامله. صافي من بعد كتحددوا كي قلت لكم اولا تخليوه بحال هكا، كيجي الشكل ديالو ها نتوما كي كتشوفوا، ما كتجيش الخياطه باينه من الجهه الثانيه، كنجي الشكل ديالو بحال هكا. كتعلقوه من الفوق وكتحطوا فيه الاكسسوارات ديالكم ديال البنيات ديالكم، اولا كي قلت لكم الاكسسوارات ديال الخياطه، اولا تعلقوه في الغرف اولا في المطبخ، كيجي الشكل ديالو رائع كيف ما كتشوفوا. ديروا فيه كي قلت لكم الاكسسوارات ديال المطبخ اولا ديال البنيات ديالكم اولا الاكسسوارات ديال الخياطه، يعني متعدد الاستعمالات. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان الفكره تكون نالت الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منها. ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه باش توصلوا باي فيديو حطيته. خليوا لي التعليقات ديالكم وليجيم ديالكم باش تشجعوني دائما نقدم لكم المزيد. كنبغيكم بزاف بزاف، في امان الله، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.